طبعا كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه، بس خلينا نفهم ونترجم الكلام ده. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم اكتر وهنحلل اكتر المرحلة دي، المرحلة الاولى، وهنعرف تفاصيل اكتر عن المرحلة التانية من خلال ضيفنا معنا على التليفون، الاستاذ عبد الرحمن عبادي، المتخصص في التعليم العالي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. حضرتك كنت معانا الاسبوع اللي فات وتوقعت بالتقريب كده المؤشرات اللي احنا بنتكلم عنها النهارده والدرجات يمكن والمرحله الاولى والمرحله الثانيه، بس خلينا نقول بشكل عام انه السنه دي في ارتفاع عن السنه اللي فاتت. يعني لما نلاقي مثلا الطب زادت 8 درجات، هندسه كانت السنه اللي فاتت 348، السنه دي 363، يعني فارق 15 درجه تقريبا، وده اعتقد على معظم الكليات العلميه. خلينا نقول المؤشرات دي حضرتك بتقراها ازاي؟ هو زي ما قلت لحضرتك قبل كده وزي ما عملنا مداخله قبل كده، احنا عندنا مجاميع الطلاب في شعبه العلم علوم وعلم رياضه كانت مجاميعهم مرتفعه بشكل كبير، واعداد الناجحين في شرائح المجاميع الكبيره اكبر من العام الماضي بشكل كبير، وده احنا قلناه بشكل واضح مع حضرتك. قلنا ان علم رياضه هتبقى فيها ارتفاعات كبيره عن السنه اللي فاتت، وقلنا علم علوم مش اقل من 4 ل6 درجات عن السنه اللي فاتت. جت بعد كده اضافه درجتين الفيزياء زودت الموضوع اكتر طبعاً. يعني درجتين الفيزياء دي دخلت للمرحله الاولى 3800 طالب اضافي. يعني المرحله كانت فيها 113000 بقت 116000، ال 3800 دول كانوا معظمهم في علم علوم وعلم رياضه و 1200 في علم رياضه، وبالتالي زادت فكره الارتفاع الحد الادنى اكبر حتى مما كان متوقع. بس هو رفع درجات الفيزياء كان مهم في اللحظه دي، وكان ده كان حق الطلاب. طبعا طبعا طبعا. وعلى فكره هو ارتفاع الحد الادنى ده مش معناه حاجه وحشه، ده معناه ان الطلاب اللي بيتنافسوا على الاماكن دي مجاميعهم كبيره. صحيح. فبالتالي هي الاماكن هي عددها واحد، ما بتزيدش لا يمين ولا شمال الاماكن المتاحه بالكليات، لكن عدد مجاميع الطلاب هي اللي ارتفعت، فبالتالي الحد الادنى بيرتفع. منافسه. ده فيما يخص قراءه المرحله الاولى علم علوم وعلم رياضه. بالنسبه للادبي زي ما قلنا برضو مع حضرتك هيحصل انخفاض في الحد الادنى، وفعلا حصل انخفاض في الحد الادنى. ليه؟ لان عدد الناجحين ومجاميع اصحاب المجاميع الكبيره في الادبي اقل بنسبه كبيره من السنه اللي فاتت، وبالتالي حصل انخفاض عن الحد الادنى العام الماضي بيتراوح من 3 درجات لخمس درجات زي ما ظهر وسياده الوزير قال في المؤتمر الصحفي. احنا الاقتصاد والعلوم السياسيه وصل ل 349 درجه ونص بنسبه 85 و24%، الالسن 345 درجه ونص بنسبه 84 و26%، اعلام 341 بنسبه 83 و17%، اثار 320 طيب بنسبه 88. معنى الكلام ده يا استاذ عبد الرحمن، احنا كده بنتكلم على المرحله الاولى، طب لما نيجي ننقل على المرحله الثانيه امتى هيبدا التنسيق فيها؟ وهل من المتوقع ان يكون في بعض الكليات من المرحله الاولى تروح معانا للمرحله الثانيه؟ ايه الاماكن الفاضيه او المتاحه لطلبه العلمي والادبي، ابرز الاماكن؟ طيب ان شاء الله المرحله الثانيه هتبدا معانا يوم الثلاث الصبح، يعني من الساعه 12 بالليل بكره باذن الله، بحد ادنى كل اللي حاصلين في علم علوم او علم رياضه على 265 درجه لغايه 371 من حقهم يدخلوا في المرحله دي، وعددهم 286000 طالب تقريبا بنسبه 64 و63%. بالنسبه للادبي كل اللي حاصلين على 230 درجه بنسبه 56.1% دول من حقهم يدخلوا المرحله الثانيه، وعددهم 66969%. نفس المؤشرات اللي احنا اتكلمنا عليها، هيحصل ارتفاع في الحد الادنى لكليات العلميه كلها عن العام الماضي، لان طبعا النتيجه ماشيه معنا بنفس الطريقه. ايوه. وهيحصل انخفاض في كليات الادبي. طب ايه الاماكن او الكليات المتاحه بالزبط واللي لسه فيها اماكن؟ بالنسبه لكليات علم لطلاب علم علوم عندهم لسه اماكن في الطب البيطري، هي صحيح اماكن محدوده هتاخد اللي حاصلين على الاعلى درجه في الشريحه بتاعت المرحله الثانيه، وعندهم بس عندهم جميع اماكن كليات التمريض، جميع اماكن كليات العلوم، عندهم جميع اماكن كليات الزراعه، عندهم اماكن بالحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. طبعا فرصة جميلة جدا من الكليات الواعدة في علوم المستقبل.
دي آفاق جديدة ما كانتش موجودة زمان، والجيل ده محظوظ بيها الحقيقة، لأنه سمحت ليهم بمساحات جديدة ومختلفة. الدولة لبت متطلبات المجتمع للكليات دي وانتبهت لده سريعا، ففتحت في جميع الجامعات كليات حاسبات ومعلومات السنتين الأخرانيين. بس بالنسبة للهندسة ما أعتقدش إنه في أماكن، يعني خلاص كده قفلت في المرحلة الأولى. الهندسة كل اللي إحنا اتكلمنا عليه في المرحلة الأولى ده قفل، القطاع الطبي لغايه صيدله والهندسه قفلت، والتخطيط العمراني قفلت. طبعا في كليات علوم علوم برضو ليهم، كليات الادبي كلها، جميع كليات الادبي متاحه لطلاب. طب بالنسبه للادب يا فندم، ايضا جميع المعاهد العليا الخاضعه لاشراف وزاره التعليم العالي، ودي عددها 205 معهد. بالنسبه لطلاب علم الرياضه برضو عندهم اماكن في الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، عندهم اماكن في الفنون الجميله قسم عماره والفنون التطبيقيه، بس بشرط ان يكون الطالب اجتاز الاختبارات اختبارات القدرات اللي اتعملت في التنسيق بنجاح. عندهم اماكن في كليات العلوم، عندهم اماكن في جميع المعاهد الهندسيه، يعني المعاهد الهندسيه بتدي بكالوريوس زيها زي كليات الهندسه. صحيح. عندهم اماكن في كليات الاقتصاد والعلوم السياسيه، الاعلام، الالسن، الاثار، ايضا جميع كليات الدراسات الانسانيه والنظريه والمعاهد. جميل جدا، ونتمنى طبعا التوفيق لكل اولادنا. الادبي طيب سريعا يا فندم، الادبي قدامهم فرصه في كليات التربيه، شعب تعليم ابتدائي والتربيه طفوله مبكره، كليات الاداب، كليات الحقوق، التربيه النوعيه، الخدمه الاجتماعيه، دار العلوم، السياحه والفنادق، الاقتصاد المنزلي، التربيه الرياضيه، ايضا جميع معاهد العلوم الاداريه والتجاره والاعلام واللغات والخدمه الاجتماعيه. تمام، اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن عبادي المتخصص في التعليم العالي، شكرا جزيلا لحضرتك. عايزه اقول لكم يا اولاد ويا بنات، اجتهدوا في اي مكان تكونوا موجودين فيه، احنا محتاجين لكم كلكم، احنا كمجتمع، احنا كمصريين محتاجين كل حد فيكم في اي مكان هيكون فيه، اي مكان هيجتهد وهينبغ وهيلمع في المكان ده، هو بالنسبه له قمه، هو بالنسبه له حقق هدف، حقق شغف، حقق املنا فيه. احنا في الاخر كلنا موجودين عشان نخدم بعض وعشان نساعد بعض وعشان ناخد مصر لقدام، فمحتاجين كل تخصص ومحتاجين كل مجال.